صراحة اليوم الناس تقول شنو أهداف تشرين وشنو الغاية من هذه المظاهرات؟ فالغاية الرئيسية من هذه المظاهرات أنه حكومة مدنية مستقلة تخدم جميع الطوائف العراقية، ماكو تفرقة بين سني أو شيعي أو كردي أو كذا، نريد عراق موحد، عراق ثابت، عراق خالي من الفساد، وعراق مستقل. اليوم مثل ما تشوفون الطبقة السياسية الفاسدة اللي لازم الحكم قسموا العراق إلى دويلات، دويلات صغيرة اللي هم الأحزاب، أحزابهم الفاسدة. هاي الدويلات إذا أنت تنتمي لها راح تصير برأسك خير، تتعين وتصير مكانه، أما إذا أنت مستقل فأنت حالك حال اللي نايم ببيتك، كل شيء ما إلك ولا إلك حقوق ولا كذا. فإحنا اليوم نطالب تغيير الجذري، ونطالب بحكومة مستقلة لا تحكمها الأحزاب، وحكومة لا غربية ولا شرقية، لا يحكمني لا إيران ولا أمريكا ولا كذا. نريد قرار عراقي صافي، قرار عراقي حر تتخذ الحكومة العراقية. اليوم العراق صراحة يقاد من الخارج بأيدي خارجية، أداة كل من عنده أداة ويحركها مثل ما يريد. فجمهور تشرين اليوم يوصل رسالة أنه إحنا ضد الأحزاب وضد الانقسامات، نريد عراق خالي حالنا حال بقية الدول، ونريد خدمات، ونريد نعيش بحياة كريمة. ورسالة اليوم إلى الناس اللي تحكي على تشرين والسقط بتشرين وشعدهم طالعين، فأنا أوجه لهم رسالة وإن شاء الله هذا الشيء يزيدنا ثبات. اليوم خرجت شباب البصرة مطالبة بالتغيير الشامل، يعني احنا جاي نشوف اليوم الوضع العراق من سيء الى اسوأ، يعني لحد الان احنا سنة كاملة ولحد الان لا مشكلين حكومة ولا قارين موازنة، فاحنا مطالبنا اليوم بتشرين تختلف عن مطالبنا السابقة، اليوم نطالب بحل البرلمان، تشكيل حكومة انقاذ وطنية، صياغة الدستور، نريد قانون انتخابات يضمن للشباب حقها. اليوم احنا يعني من ما جاي ناخذ فرصتنا الكاملة، يعني احنا كخريجين وكشباب ما جاي نشوف فرصتنا بالعراق، لا عندنا تعيين، لا نقدر ندخل نشارك بالحكومة، فإحنا نريد قانون انتخابات عادل يضمن لنا حقنا. ضد الظلم اللي جاي يصيب بالبصرة وباقي المحافظات، وهذا الظلم لازم ما حد يسكت عنه، وأبسط شيء هي الوسط والجنوب. احنا جاي ندخل ب 18 82 مليون دولار، زين 82 مليون دولار وين هنا؟ لا عالج البطالة، وأبسط شيء احنا هسه عليه مشط العرب، يمي شط العرب وماي مالح. اي ليش؟ انا اقول لك احنا لا نحب ايران. اي والله يعني انا اقول لك خامنئي يسد علي الماي، لا والله انا احبه. والفصائل بعد معروفة، ها حجي؟ لا والله ليش؟ لأن هذا عند عمامي وهو شيعي، حتى لو يقتل إنسان بريء، لا أهم شيء هو شيعي. يعني القاتل الله يسمونه شنو؟ إمام ومرجع لهم، يعني مرجعهم صار قاتل. هو يقلد بي من بالإمام الحسين، الإمام الحسين كان قاتل يقوم يتقلد بي. فإحنا هسه طالعين ضد من؟ ضد هذول الذيول النذلة التابعين إلى إيران. وإن شاء الله هسه تشرين إن شاء الله إذا نجحت راح يصير نظام شبه رئاسي. نحن نريد نظام شبه رئاسي وتعديل الدستور الأعرج، لأن كل انتخابات جاي يصير تعديل بالدستور. ليش هذا التعديلات؟ كل ما يجي وبتكلم مادة عمود عالي، عمود المصالح مالتي والمحاصصة وغير المحاصصة. فإحنا هسه الآن إحنا طالعين على مود عالج الدستور ونعالج المنظومة السياسية، وإن شاء الله تصير حكومة مدنية. أنا يوم أريد الهوية الوطنية تطغي على الهوية الفرعية. أنا أقول لك شلون هسه إحنا الهوية الفرعية أبسط شيء
احنا صار قصف وين البربيل؟ لين اكراد ما حد حكي. لو مقتول هناك شيعي، الهويه الفرعيه تقول لك والله لا، ان كنت الشيعي هناك خطيه، زين هذا الكردي مو خطيه؟ طقته ايران؟ ما حد حكي، لا لا الكاظمي لا غيره. اليوم الذكرى الثالثة أليمة، ولكنها ليس أليمة، بالعكس إنها فرحة. هسه يقول شنو الفرحة؟ فرحة بأنه نكست الأحزاب. كانت الأحزاب من خامنائي بالتليفون ينصبون رئاسة الوزراء، صارهم ثلاث سنوات ها محتارين برئاسة الوزراء. إجا قاني راح فلاني، إجا حمراني راح شلباني، وضالين. ليش؟ لان اكو شباب واكو ناس جاي تقاتل بالشارع، مو قاعد ببيته، مو قاعد والله اريد ان وظيفه واريد ماي واريد شو اسمه اريد راتب واريد. مستحيل. الحق يؤخذ ولا يعطى. الحق يؤخذ من فم الاسد. اذا انا قاعد والله بوع على الفيس وبوع اي عافيه، وهذا الشهيد يسقط وهذا يستشهد وهذا يتعور، وانا بس اباع واسوي لايكات، اي خيولون ذولا جوكريه، هذول عملاء وهذول، وانت السياسي هو انت عميل ابن عميل، هو ايش جاباك؟ جاباك الامريكي وجاباك الايراني، ايش جاباك؟ احنا ليش واحد لو واحد يحكي لو لا يحكي؟ هي هاي الرقبه هو الله مخليها، هو الله اللي يطيرها. فاحنا شو نقول؟ احنا نقول هيهات بعد. يا قاعدين عندكم بالبيت اطلعوا. عمي انا اليوم احكي بات الجوزين كتل، انت تظل الرعايه وتظل الارمله وتظل هذا المتقاعد اللي حصل عليه الراتب ويعاركون وما حد يطيهم. فنرجو من شعبنا من ناسنا انه يطلعون للشارع. والله ترى عمي، ترى اذا ما تموت اليوم تموت باكر، واذا ما تموت بالتظاهرات تموت بالفقر والعوز والدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرين كابوس الأحزاب. اليوم الجماهير البصرية والجماهير العراقية بصورة عامة خرجت لتجديد المطالب والتأكيد على مطالب تشرين الذي سقط من أجلها الشهداء رحمهم الله. واليوم نأكد على مطالبنا، وما زلنا مستمرين في ساحات الاحتجاج للتأكيد على مطالبنا، مطالب تشرين الأساسية. احنا مستمرين ان شاء الله بالبقاء لحين تحقيق المطالب. قضينا 3 أعوام وما زالت مطالبنا تتسوف واحد تلو الآخر، لكن هذه المرة مستمرين وخارجين من أجل مطالبنا. يا مواطن يا ضحية قم شارك بالقضية.
اليوم شبابنا خرجوا للمطالبة. أولا هي اليوم ذكرى انطلاق ثورة تشرين المجيدة، اليوم شبابنا خرجوا ليبقوا ثابتين على عهدهم للشهداء. اليوم احنا قبل 3 سنوات من انطلاق ثورة تشرين سقطت عندنا 800 شهيد، ولا هذه الساعة مستمرين للمطالبة بحقوق شهدائنا بمحاسبة قتلة الشهداء بإسقاط هذه المنظومة السياسية. اليوم احنا مخرجنا نبدل المنظومة، لا احنا اليوم مطالبين بإسقاط هذه المنظومة الحزبية التي تتاجر بدماء العراقيين، هذه المنظومة العفنة التي استغلت الدماء التي تاجرت بدماءنا. اليوم نبغى الشباب، اليوم مستمرين مطالبتهم. اليوم هاي الشباب تشوف وجوههم وجه العراق، اليوم كل احنا متجمعين تحت راية العراق، هتافنا للعراق، صرخاتنا للعراق، نموت 10 نموت 100 وانا قافل على القضية. الثورة مستمرة بهاي الشباب الطيبة، اليوم احنا مستمرين على عهد الشهداء. اما ان نحقق مطالبنا ونحاسب قتل الشهداء اخوتنا، اما ان نلتحق بيهم. خرجنا هذا اليوم في يوم 1 تشرين لرفض ثلة الفساد والشلة الحاكمة التي لا تعرف من العراق شيئا سوى الخيانة والعمالة. نحن شباب واعين لن نسكت على هذا الظلم والجور، وسنبقى أوفياء لهذا الوطن الجريح الذي ظلم بما فيه الكفاية، وسنكون في العهد إن شاء الله وفاء للعراق وللعراقيين. ولن نسكت، وتشرين لن تنتهي ولن يقتلوها، وهي فكرة ضد الظلم والفساد والطغيان، وسنكون على العهد أوفياء إن شاء الله تعالى. والله أهدافنا هي واضحة من 1 تشرين 2019، خرجنا لرفض كل النظام الفاسد الذي لم يجلب للعراق خيرا أبدا. الله أكبر. وليخشى هؤلاء المرتزقة عملاء إيران، نحن أبناء البلد العظيم ثوار تشرين الأبطال، فليرى هؤلاء الإطاريون الذي حكموا العراق منذ 20 عام واليوم يتحصنون في المنطقة الخضراء وراء الكتل الكونكريتية والهياكل الحديدية. هؤلاء أجمل ما يتصورون. نحن أبناء هذا البلد وحق في هذا البلد، عليهم أن يضأنوا وأن يسلموا أنفسهم، أن يتركوا بلادنا. كافي، عجزنا منكم يا ناس. جاي نقول لكم أنتم ناس إرهابيين، أنتم قتلة، أنتم مجرمين. يعني إلى متى هذا التستر بالدين؟ والله أنتم بريء منكم لا دين ولا ديانة. أنتم ناس مرتزقة، أنتم اجيتوا من خلال الدبابة الأمريكية وعملاء لدول الجوار وخصوصاً عملاء إيران. والله العظيم سوف نزلزل الأرض تحت أقدامكم أيها المجرمون. نعم نعم للعراق، وألف تحية لثوار تشرين الأبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة خرجنا هذا اليوم إحياء للذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين المباركة. نحن الآن متواجدون في فلكة البحرية أو ساحة التربية في محافظة البصرة. خرجنا بنفس مطالبنا القديمة، وهي تغيير نظام الحكم وتعديل الدستور والمحاسبة قتلة المتظاهرين الذي سقطت دماءهم الزكية وروت أرض البصرة وأرض العراق. حقيقة الذكرى السنوية لثورة تشرين البيضاء هذا اليوم بدأت تظاهرة البصريين مساء هذا اليوم الساعة 3:30، واستمرت إلى ساحة البحرية اللي هي مركز التظاهر السلمي
لأبناء البصرة كما هو معهود. حقيقة تشرين مطالبها أنه محاسبة القتلة اللي قاموا بقتل أبناء البصرة والمتظاهرين بالأخص، وأيضا حضورهم إلى المحاكم بشكل طبعا قاسي، وأيضا متابعتهم بالقانون بالقوانين الدولية والأنتربول لينالوا جزاهم العادل. هذا أول. النقطة الثانية طبعا أنه اللجوء إلى انتخابات، إعادة انتخابات بحضور الأمم المتحدة وإشراف دولي حتى لا يكون هنالك أي تدخل من الداخل من قبل الأحزاب ومن قبل جهات أخرى. نطالب أيضا بالتغيير الشامل لهذه الحكومة لأنها لم تخدم أبناء الشعب بشكل تفصيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. النظام العراقي بعد 2003 غير قادر على تلبية تطلعات العراقيين، بغض النظر كانت انتخابات مبكرة أو أغلبية ومعارضة أو تجديد للكاظمي أو تجديد لغيره. النظام الحالي غير قادر على تلبية تطلعات العراقيين من 2003 لحد هذه اللحظة. نفس الأزمات، أزمة أمن، أزمة كهرباء، أزمة سكن، وجاي تتولد أزمات جديدة، أزمة بطالة وأزمة فساد، وهذا النظام غير قادر. أنا رسالة إلى ثوار تشرين وإلى أخواني، مطلب واحد فقط: إسقاط النظام وإقامة نظام رئاسي نفس ما صار بمصر. قامت ثورة مصر وانتصرت بكلمة واحدة: ارحل. وجهوا للرئيس ورحل وسووا دستور جديد. فرسالتي للثوار: استمروا بثورتكم حتى لو نطلبها ما راح نحصل عليها. مطلب واحد هو إسقاط النظام وإقامة نظام رئاسي. أستاذ العزيز، اليوم خرجنا مظاهرات حرة وطنية، مظاهرات حرة وطنية، وكل شيء ما عدنا طالعين باسم العلم العراقي وطالعين على مطالب. يعني احنا ما طالعين لان الشغب جاي يرمي علينا بالسكم ويرمي علينا بالماي. احنا سلميين عمي، طالعين على حقوقنا، وكل احنا فقراء وكل شيء ما عدنا. كفي لك الله، مطالبنا هي بسيطة. تسأل لك واحد من الشباب تقول له شنو تبغى تريد، يقول لك فرصة عمل. عمي المحافظ غير محافظ، عمي حلونا حلونا هاي المشاكل. ما عدنا احنا اي شيء. هاك شوف تالي، هاك شوف، قمعوا المتظاهرين وقمعوا الناس، واتمنى طلعون هذا. هاي قناه شريفه. اليوم ذكرى ثالثه لثوره تشرين الخالده، ثوره البيضاء التي فضحت الاحزاب لمده 19 سنه من الفساد والويلات للعراق. اليوم احنا نطالب بمحاسبه قتله المتظاهرين والكشف عنهم، ونطالب بتغيير النظام لا رئاسي او شبه رئاسي، ونطالب بتثبيت قانون الذي دمر الاحزاب، قانون الانتخابات دوائر متعدده او اصغر تصغير الدوائر. ان شاء الله هذه الدماء ما تروح هباء مبثورا. ان شاء الله مستمرين بالمطالب والحساب على قتلة المتظاهرين. في حال عدم تلبية المطالب راح نسوي اعتصامات ونستمر بالتظاهرات بالشوارع، وإن شاء الله نطالب الشعب العراقي مساندة هذه الثورة. السلام عليكم، تحية لكم وتحية لقناتكم. نقل تظاهرات البصرة اليوم مطالبة بقتل شهداء، 800 شهيد راح، وعندنا شهداء وعندنا قتلة بالبصرة. وين هم محافظ البصرة؟ انت رئيس اللجنه الامنيه، اول البارحه يفترون سيارات مسلحه وبالشوارع وانت مالك غرض، تطلع تقول والله ما عندنا علم. شنو ما عندك علم؟ شنو ذنب هاي الوادم؟ روعتوها؟ وين هي؟ وين هي العداله بالبصره؟ ماكو عداله. ماي حلو ما قدرتوا توفرون للبصره، ماي حلو. قتل شو اسمه ضحايا قتل شهدانا 800 شهيد راح بالعراق، وين هو قتله؟ وين هو؟ رئيس اللجنه الامنيه، وين هو رئيس اللجنه الامنيه؟ يفتح الباب للتيار الصديقي الظاهرون واحنا ما نتظاهر جوا، ليش؟ ليش هاي مو عداله؟ من شباب تشرين من البصرة الفيحاء، رسالة إلى من يقول أنه ثورة تشرين انتهت،
أقول له تحب تسمع لو ما تسمع، هذه الثورة بإذنك مدفع، اخطف بينا كتل بينا بردش ما بينا تحش نطلع، عاش العراق.